قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رغبة الإنسان في أن يعف نفسه من أعظم ما يجعله ذا خلق قوي، لأن الفواحش مهلكة، ويسمى هذا في الشرع رغبة الإنسان في أن يحصن نفسه. عندما يقال دخل الفارس الحصن، الحصن بناء يمتنع فيه الفارس والجيش والكتيبة من تسلط الأعداء عليهم، فجعل الله جل وعلا الزواج حصنا للرجل وحصنا للمرأة من أن يأتوا الفواحش. ولا أعلم في الشرع شيئا أباحه الله أطيب ولا أعظم ولا أولى من النكاح. وقد قالت العرب: سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فطلقها فلست لها بكفء، وإلا يعلو مفرقك الحسام. فإن كان الطلاق، فإن كان النكاح أحل شيء فإن نكاحها حمرا حرام. المقصود صدر البيت. فإن كان النكاح أحل شيء، وقد بين الله جل وعلا لنبيه أن النكاح من أعظم السنن. قال الله في الأحزاب: سنة الله، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جل وعلا: وجعلنا لهم أزواجا وذرية، لما أثنى على الرسل. والمقصود أن النكاح يحصن به العبد. عن ماذا؟ لما جاء الإسلام كان الحال في مكة على ثلاثة أضرب في جماع الرجل للمرأة: شيء يسمى المسافحة، وشيء يسمى اتخاذ الأخدان، وشيء يسمى النكاح. فأما النكاح فهو المعلن، كما أن النبي عليه السلام تزوج خديجة، وهذا قبل الإسلام. وأما السفاح فهو الزنا في الجهر، بمعنى أن الرجل لا يتوخى امرأة بعينها، إنما يأتي للنساء اللواتي شغلن بالبغاء فيزني بهن. وسمي سفاحا بلغة القرآن لأن الرجل لا يبالي أين سفح ماءه، أين صب ماءه، فسمي سفاح. وأما الخدم فالمراد به الصديق، يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى. فيتخذ المرء امرأة بعينها يزني بها سرا، وتسمى صديقة له، وهذا كان موجودا بالجاهلية. الله جل وعلا يقول: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أما ما يتعلق به التذكية فهذا لا يجوز إلا من ذبائح أهل الكتاب. قال الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا عام أريد به الخاص، أي أريد به الذبائح. قال جل وعلا بعدها: والمحصنات من المؤمنات. ما معنى محصنات؟ عفيفات، تريد بالزواج أن تحصن نفسها من الزنا، لا تريد بالزواج شيئا آخر. والمحصنات من النساء، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن، دليل على أن تقديم المهر أولى. ثم قال جل وعلا، وهذا موضع الشاهد: غير مسافحين ولا متخذي أخدان، أي لا تأتون السفاح ولا تأتون ذوات الأصدقاء. من هذا يفهم أن الإسلام حفظ للأمة ما يدفعها أن يقضي الإنسان وطره من غير معصية. الحضارة المعاصرة الغربية جاءت بالاثنين المنهي عنهما شرعا، وهما الزنا المقنن في دار البغاء، وجاءت بذوات الأخدان كما هو معروف في الغرب كله. المقصود ينبغي أن يبث خلق العفة في الأمة، ينبغي أن يبث خلق العفة في الأمة، وأن يكون الإنسان عفيفا رجلا كان أو امرأة. وهذا يتأتى بأن الإنسان يسعى أولا في بيان كيف أن الله حرم تلك الفاحشة. قال الله عن الصديق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء العشق، والفحشاء الزنا،
عياذا بالله من الاثنين. ويعرف فضل غض البصر، ويعرف فضل حفظ الفرج، ويعرف عاقبة الزنا عند الله. روى ابن أبي الدنيا، وإن كان الحديث في سنده ضعف لكن بمثل هذه الأحوال يغفر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب بعد الشرك أعظم من أن يضع الرجل نطفته في رحم لا يحل له. ما من ذنب بعد الشرك أعظم من أن يضع الرجل نطفته في رحم لا يحل له. وقد قلت إن الحديث في سنده ما فيه، لكن في مثل هذه الأحوال قد يقبل شيئا ما، وإن يعني لا يلزم الإنسان برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الإنسان يوطن نفسه على أنه يبتعد عن كل سبيل أو طريق يدفعه إلى فاحشة الزنا أو غيرهن من الفواحش مما يجل المقام عن ذكرها. فهذا من أعظم الأخلاق التي تنشأ عليها الأمة ويربى عليها الصالح. كما أنه ينبغي أن يعلم أن من طرائق معالجتها أن لا تعلم ولا تثار. وعند أبي داود بسند صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه: إن من تتبع الناس يريد أن يفسد عوراتهم تتبعه الله. فالعاقل لا يتبع عورات الناس، وإذا سمع شيئا من هذا لا يكثر من قوله ولا نقله في المجامع، ويبقى الظن الحسن بالناس هو المهيمن. وأي طرائق من هذا يمكن معالجتها سرا عن طريق المؤسسات المخولة بهذا، وأولها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.